الاخبار؟ النهارده بالليل نبقى خلصنا تصفيح عربيتين، ولا طلقات المتعدد ولا الرشاش هتعرف تعدي فيها. العربيه الواحده بتشيل كام كيلو متفجرات؟ تشيل 200 كيلو متفجرات. ليه ما تشيلش 500؟ الكميه لو زادت اكتر من كده العربيه سرعتها هتبطا جدا. مش مهم السرعه، المهم قوه التفجير. كل العربية تتحمل ب 500 كيلو. اعتبره حصل. ده مين؟ هذا الدكتور. دكتور وحيد اللي كنت بشتغل معاه في التهريب. ودلوقتي بقى اسمه ايه؟ ما بعرف عنه شيء. لا واضح ان انت مش فاهم كويس. النهايه هنا. بعد كده هعمل مشنقه. طب قول لي ايش ودك ان اقوله وبقوله؟ انا ودي حاجه واحده بس. اسمه ايه دلوقتي؟ اللي اعرفه ان صاروا يقولوا له حكيم. 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 تك. من قبل شهر رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو أسامة، تفضل. إزيك أبو حمزة؟ أهلا. أراد الله في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أن نضرب ضربة تزلزل الأرض وتفتح لنا فتحا مبينا بإذن الله. إحنا يوم 14 رمضان هنحتل مدينة الشيخ زويد وهنعلنها أول إمارة إسلامية في سيناء.